السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام. إن شاء الله في حلقة اليوم غادي نوجد لكم واحد الكيكة تركية أو لا جاتو تركي اللي كيكون مسقي بالحليب وكيتوجد بالكراميل كيتسمى تريليتشار، وهو غني عن التعريف. غادي نوجدوه اليوم. غنحتاجوا للطبقة الأولى اللي هي الكيك، غادي نحتاجوا لها واحد القبيصة ديال الملح، كاس أونص بقياس العنبة ديال دقيق الفورس أو الدقيق الأبيض، كأس العنبة ديال السكر سنيدة، واحد الكيس ديال السكر فانيلا، 4 بيضات، وإذا كان عندكم البيض كبير استخدموا غير 3 البيضات كبار، كيس سكر، كيس ديال خميرة الحلوى، وغنحتاجو كذلك واحد الكأس إلا الربع ديال الزيت النباتي، واحد معلقه صغيره ديال الخل الابيض. اللي ما بغاش يستخدم الخل ممكن انه يستغنى عليه. ومن طبيعه الحال غادي نحتاج الزبده باش غادي ندهنوا المول ديالنا. انا غنستخدم هذا المول الزجاجي اللي هو ديال غراتا، يمكن لكم تستخدموا اي مول عندكم على بركه الله. في اناء غادي ننزل 4 بيضات هما الاولين، بسم الله، ديال السكر فانيلا، ومن بعد غادي نبدا نزيد السكر سنيده شويه بشويه، بسم الله. غادي نبدا نضيف السكر سنيده، عندي كاس واحد بقياس العنبه، غادي نبدا نضيف شويه بشويه ونخلي الخليط ديالي ديال البيض حتى يطلع مزيان، يولي اللون ديالو متماسك لون ابيض فحال الا كنصاوبوا المايونيز، بسم الله. البيض مع السكر كيكون خليط كريمي هانتوما. من بعد غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح، كيف كتشوفوا معايا ها هي قبيصه ديال الملح، وكذلك غادي نعبر واحد الكاس ديال الزيت. كاس العنبه دائما كناخذوا العبار، كاس ما يكونش عامر هانتوما. كاين اللي ما كيستخدمش فيها الزيت، انا كندير الزيت، يعني بحال الا كنعملوا ديك الطبقه الاولى اللي هي واحد الكيك عادي جدا. بسم الله. وكنضيف كذلك واحد بنفس الكاس كنعبر كاس ديال الحليب، ما يكونش بارد يكون دافئ شويه. صافي، ونعاود نطرب المكونات. وهنا كناخذ العبار ديال واحد الكاس ونصف ديال الدقيق الابيض، ضروري يكون هذا الدقيق منخول يعني مغربل، ضروري ومؤكد. هاد الكيك راه كنحصلوا عليه اسفنجي، كيجي كيك ناعم، فقط حركوا غير بسباتول، حنا ما بغينا هاد الدقيق هذا غير فقط يتخلط مع هاد المكونات، ما بغيناهش يضرب. وقبل غادي نعمل هذيك الخماره اللي قلت لكم، ها هو نصف كاس هانتوما، نعمل هاد الخماره حتى هي، ونخلطهم مع بعض جيدا. هنا نيت في الكاس كيف كتشوفوا معايا، طريقه جد سهله. صافي، ونستمر بنفس الطريقه وانا كنحرك ونرجع لكم باش هانتوما كيف كتشوفوا معايا. بعد ما خلطت داك الدقيق الابيض مع المكونات كنحصلوا على عجين بحال هكا، خصو يكون كيهبط خيط واحد. غادي نعمل هنايا واحد المعلقه، واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض، ها هي كيف كتشوفوا معايا، ملعقه صغيره فقط. صافي، ونحركوها مع هاد المكونات
وندوزو باش نصبو الخليط ديالنا في المول. صافي كناخذ المول ديالي كنبدا ندهنو بزبده عادي غير بيدي بهذا الشكل هذا، نمد قليل من الزبده، ناخذ دقيق نشرو بهذا الشكل. الطريقه ديال الخليط، ملي كتبغيو تصبوا الخليط ديالكم ضروري تهزوا يديكم للفوق بهذا الشكل هذا. بسم الله، الفرن مسخن على درجة حرارة 180، سخنته من الفوق ومن التحت حتى سخن مزيان، وندخل الكيك ديالي يطيب من التحت هو الاول ومن بعد يتحمر من الفوق ونتلاقى. بالنسبة لديك السقوة اللي غادي نسقيو بها الكيك بعد ما نخرجوه من الفرن، غادي نحتاج جوج كؤوس ديال الحليب معبورين بكاز العنبة، وغادي نحتاج واحد 3 المعلقات كبار ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاج القليل يعني واحد ربع كأس صغير من الكريمة السائلة. أول حاجة غادي نضيف كيف كتشوفوا معايا السكر 3 المعلقات كبار، أنا حتى عندي معلقة صغيرة عبرت 6. غادي نحركهم مزيان مزيان، نضيف قليل من الكريمة، صافي. هاد الكريمة السائلة ملي كنضيفوها على الحليب كتعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف. صافي، وغنحطوا هاد الكأس على جنب ونمشيو نحضروا الشانتي. حبيباتي، بعد ما كيطيب الكيك ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. هو الغرض ديالنا يعني انه يجي اسفنجي كيف كتشوفوا معايا، يجي اسفنجي وما يجيش طالع. وحتى بالنسبه للناس اللي غتجيهم طالع ممكن يزولوا ديك الطبقه الفوق ويخدموا. دابا ناخذ واحد العود هكا ديال البروشيت بحال هكا، وغنبدا ندير فيها ثقوب باش تشرب لنا هذاك الحليب اللي وجدناه مع السكر ومع الكريمه. وغناخذ هذا الكاس هذا اللي وجدنا، نحركو مزيان مزيان مع هذيك الكريمه كيجي خاسر وزوين. صافي، ونبدا نسقي بها، وهي راه دوك الثقوب كيبداو يشربوا الحليب كيف ما كتشوفوا معايا. هاد تريليتشا هي اصلها في الصراحه من امريكا اللاتينيه، كانوا كيوجدوها بشكل اخر، وفي تركيا وجدوها بالكراميل، صوص كراميل، كتجي هائله رطبه. الاساس ديالها هو هاد الكيك هذا. صافي، غادي ناخذها دابا ونعملها لواحد البابي نغطيه بها من الفوق، ونخليها كتشرب داك الحليب مزيان مزيان. وفي هاد الاثناء غادي ندوزو باش نوجدو الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي غادي تجينا فوق الكيك كنحتاجو ليها، اولا هي اللي غادي تكون الطبقه الثانيه، كنحتاجو ليها واحد العلبه ديال كريم شانتيي تكون بارده، تكون بارده مزيان مزيان. غادي نحتاج كذلك واحد الكاس ديال الحليب، غنعبر بكاس العنبه، كاس ديال الحليب اللي غادي يكون مخلط ما بين كاس الحليب وشويه ديال الكريمه السائله. على بركه الله غادي نبداو. غادي نعمل معاها واحد الكاس يكون بارد بارد جدا من الحليب بحال كاس لاروب، وغضيفوا له ديك ربع الكاس اللي غادا تبقى غضيفوها كريمه. اللي ما عندوش الكريمه السائله ممكن يستغنى عليها حتى هي تكون بارده. وغادي نجي لهنا غادي نخوي هذاك الكاس الحليب، بسم الله، الكريمه بهذا الشكل هذا، ونبدا نخفق.
في كيف كتشوفوا معايا كنحصلوا على الكريمه بهذا الشكل هذا، ما تربوهاش بلا قياس باش ما ترجعش عندكم بحال الزبده. حنا بغيناها تكون بحال هكا، تجينا بحال هكا عقده صافي. هذه الكريمه ديالنا ضروري غادي ناخذ منها القليل اللي غنعملوه هنايا في هاد الزلافه هادي باش غادي نزين به من الفوق، والتباقي غادي نعملو في فوق الكيك ديالنا. ضروري غناخذ القليل منها تقريبا، يعني ماشي بزاف، اللي غنعملو في البوش باش غادي نزين به شويه وصافي. هاد القياس هذا صافي. وغنمروا دابا باش غادي نطبقوا هاد الكريمه هذه فوق الكيك ديالنا باش ندوزو للمرحله الثالثه والاخيره اللي هي تحضير الكريم كراميل. بالنسبه للصوص كراميل غادي نحتاج واحد الكاس ديال السكر سنيده او السكر الخشن، غادي نحتاج واحد نصف كاس ديال العنبه يكون ديال الحليب، ونصف كاس عبرت بالعنبه نيس يكون كريمه سائله. اللي ما عندوش الكريمه السائله يستبدلها بكاس ديال العنبه يكون ديال الحليب. وكذلك عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وغنحتاج واحد القبيسه اولا قريصه ديال الملح فقط. اول خطوه غادي ندير السكر هو الاول باش يذوب. اول خطوه غادي نديرو هي غادي ناخذ واحد الكاسرول اولا مقلاه تكون ثقيله وما كتلصقش، غادي نعمل فيها هذا الكاس ديال السكر خشن فوق عافيه مهيله بزاف، ونخليه كيدوب غير بشويه بدون ما نحرك، فقط غادي نفرقه بحال هكا ونخليه حتى يدوب بوحديتو بلا ما نحرك. ما تجهدوش البوطه باش ما يلصقش معكم السكر وباش ما يوليش مر، حيت لو رجع مر ما كيبقاش صالح للحلويات. كنخليو هذاك السكر شويه بشويه كيذوب بهذا الشكل هذا، مره مره كنحرك تحريكات خفافين بحال هذا الشكل غير باليد ديال الكاسرول اولا المقلات باش ما يتحرقناش. وضروري كيف كنقول لكم دائما على عافيه مهيله. غادي نضيف واحد الملعقه كبيره بعد ما يذوب لي من طبيعه الحال هذا السكر، نضيف معلقه كبيره ديال الزبده اللي هي زبده طريه. صافي نبدا ندوبها وسط النار، وردوا بالكم لان كيبدا يطيب كيبدا يعمل واحد الفقاعات بالخصوص ملي كتبداو تعملوا عليه الحليب اولا القشده. صافي نخليها تذوب مزيان مزيان على هذا الشكل هذا، ما نجهدوش عليه البوطه، نحاول واحد الحده نبعدو هنا على البوطه، ونعمل واحد القريصه ديال الملح، كيعجبني الكراميل نعمل فيه الملح انا، ونرجع نحرك. صافي ونبدا نعمل القشده ديالي، واخا تشوفوا غيبدا يعمل واحد الكشكوشه راه عادي، من بعد مع التحرك كيرجع مزيان. على التحرك المرحلة مهمة بزاف. صافي ها هو الكراميل ديالنا موجود. صافي غنطفي عليه البوطة ونخليه يبرد شوية باش نكملو به التحضير.
صافي هذا هو الكراميل ديالي كنحصل عليه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي جد جد هائل. يمكن لكم توجدوا حتى واحد الكونتيتي كبيره اللي تبقاو تستخدموها في الحلويات. مازال ملي كيبر كيولي عاقد اكثر. نمروا دابا الحلوه ديالنا باش ندهنوها بالكريم شانتيي. يلاه معايا هالكيك ديالي بعد ما خرجته من الثلاجه خليته غير 10 دقائق. ناخذوا الكريم شانتيي ديالنا غادي نفرقوه هنايا على الحلوه. بعد ما دخلت الكيك ديالي للثلاجة خرجته بعد واحد ربع ساعة. غادي ناخذ الكريم كراميل ديالي. ها هو كيف كتشوفوا عندي هنايا كيف ما قلت لكم اللي كيبرد كيرجع عاقد اكثر اكثر وجا زوين بلا قياس. هانتوما بعد ما برد هذاك الكريم كراميل او لا صوص كراميل كنحصل عليه بهذا الشكل هذا كيولي خاطر اكثر. دابا غادي نفرغه فوق الخليط ديالي. كناخذ واحد الكاس كنعمل فيه واحد البوش ولا غير ميكا بلاستيكه وكنعمل فيه ديك الكريمه اللي نزلناها على جنب بهذا الشكل هذا. صافي وكنقطع الميكا من ديك الخلف وكنبدا ندير الخطوط فوق الكيك. كنستمر بخطوط بهذا الشكل هذا. نسيت واحد الخط اخر هنا. صافي بعد ما درت الكريمه بهذا الشكل هذا ندير غير واحد شويه هنايا البلايص اللي ما وصلتش ليهم. صافي وناخذ واحد الكيردون صغير ولا هادو اللي كبار ونبدا نمشي من هنا يعني وانا غدا وانا راجعه. انا غدا وانا راجعه باش نعملوا واحد الزواقه من الفوق وصافي هاد الشكل هذا بسم الله غير من الفوق. بسم الله واحد كيبقى كيزوق بالشكل اللي كيعجبو. كنحاولوا نعطيوها شي شكل زوين بحال شكل مثلا الزواق اللي كيكون فوق ملفي. صافي كنحصلوا على كيرليتشا ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كيبقى الزواق كيف قلت لكم كل واحد كيزوق بالشكل اللي كيعجبو ولا كيجي الزواق هكا احسن. وكنقول لكم جربوها كتجي لذيذه بزاف كتجي هائله غزاله ما شاء الله. غنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها. بسم الله وقطعت لكم الطريف الاول. عندي الراجل ما كيصبرش خصو يذوق. هو قطع الطريف الاولاني وقطع كذلك الطريف ديالكم نتوما. بسم الله ها هو كيف كتشوفوا كيجي غزال تبارك الله كيجي هائل كتجي كيك ما شاء الله غزاله بزاف بزاف بزاف. ها هي قدام عينيكم
جربوها ما غاديش تندموا عليه، غادي يعجبكم بلا قياس وكتجي يعني فيه الله يجعل البركه. بالنسبه ليا كاينه غير انا والزوج ديالي الله يجعل البركه. هانتوما كيف كتشوفوا ملي كنقطعوا كيبدا هابط داك الكريم عليه اولا سوس كراميل كيبدا هابط عليه من الجناب، وبطبيعه الحال راه فيه ديك الطبقه الاولى ديال الكريمه. هانتوما كنقول لكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك، تشتركوا في القناه ديالي اللي هي قناتكم كاملين قناه نبيله استريلا، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوناش من الدعم ديالكم ان شاء الله في القناه. وكنقول لكم جربوا هذا الكيك هذا او تريليتشا التركيه اللي بالحليب والكراميل، كتجي غزاله بزاف بزاف بزاف. ها هو الزوج ديالي غادي يذوق ويرد عليكم الخبر. ديده فوالا الكيك ديالها كيجي اسفنجي كيف كتشوفوا معايا، ها هو كيجي اسفنجي رطب بزاف بزاف بلا قياس. ها نتوما انا غادي نوري لكم، ها نتوما كيجي رطب بزاف كيدوب في الفم. ها نتوما رطبه بلا قياس، لا الحشوه يعني لا الكيك ولا الصوص الكراميل صاوبته بواحد الطريقه بسيطه ورائعه بزاف بزاف. كلشي هو هذاك، كلشي على حقه وطريقه. كنقول لكم جربوها احبابي، ها النتيجه قدام عينيكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه، دمتم بخير والى اللقاء. مع السلامه احبابي في شي جديده.